بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل شوية ميكس دلوقتي عملي كده، عشان طبعا في ناس كتير مستصعبة الموضوع. انا دلوقتي طبعا احنا في شهر رمضان، الحظر والكورونا والكلام ده كله، فمش عارفين نجيب ميكس. فانا طبعا عندي شوية زغاليل محتاج ان انا اكلهم يدوي، فلازم اعمل لهم ميكس انا في البيت. بعمل ميكس ازاي؟ بطحن شوية كلفة، بنعمهم خالص، ممكن ازود عليهم شوية فول، شوية عدس، شوية حمص، الكلام ده كله. فانا جايب دلوقتي شوية كلفة وهنطحنهم مع بعض ونشوف ازاي هنعملهم ميكس. هي يا جماعة كلفة عادية خالص. بص كده، الكلفة عبارة عن ايه؟ اهو ذرة عويجة، بسلة، فول، ذرة صفراء، قمح، تمام. دي الكلفة الصيفي العادية اهي، تمام. هنطحن منها بالشكل ده في الخلاط او في الكبة او في المطحنة، في اي حاجة، تمام. اهو عبيناها في الخلاط، تمام كده. قفل يا باشا خلاطك، ثواني بس الغطا مش عايز يربط، اها، عشان انا كل مرة ببوظ الخلاط. ماشي، وندي تمام كده. هو بيبدأ ينعم اهو معانا، لسه احنا عايزين نعمه خالص. هنقعد بقى ايه، نشتغل عليه كده، نوقف شوية ونشغل شوية، نوقف شوية ونشغل شوية، لحد ما ينعم معانا خالص. بسم الله، هو كده إلى حد ما اتنعم جامد، تمام. هنفضي دولت، نفضي شوية اللي احنا نعملهم دول، ونطحن شوية فول. تمام كده يا جماعة، ده اتنعم شوية اهو كويس، يعني هيطلع منه ناعم كتير، وهيطلع منه شوية برضو خشنين، ولسه هنعم تاني. يعني هحاول انعمه كمان شوية لحد ما يجيب معايا درجة كويسة، عشان نعرف نأكل منه صغاريل عمر يوم، تمام. دلوقتي هاخد شوية فول، فول عادي اهو، فول عادي، تمام. شوية فول اهو، تمام اهو. خد دي، تمام كده يا جماعة. بعد ما ضربناه في الخلاط طحناه، تمام، بقى كويس، فيه ناعم كتير جدا اهو، اهو تمام، ناعم كويس، فيه هيطلع منه خشن شوية وهيطلع منه ناعم كتير، تمام. فان شاء الله دلوقتي هننخله بالمنخل. ده يا جماعة المنخل اهو، طبعا جايبه مخصوص عشان الميكس بتاع الحمام، بنخل بيه الميكس بس، تمام. اهو ده المنخل، ضيق، بيبقى عبارة عن شاش او طول حاجة زي كده، ضيقة جدا، تمام. ده هندخل بيه دلوقتي، وبعد ما ندخل هوريكم ان شاء الله الناتج بتاع الميكس بعد النخل. بسم الله ما شاء الله كده. بعد ما خلصنا، ده الشكل النهائي للميكس. طبعا زي دي اهو، ناعم خالص، تمام. اهو يا جماعة ده الناعم اللي احنا طلعناه بعد ما نخلناه بالمنخل او الغربال الضيق بتاع الدقيق، تمام. وده الخشن، تمام كده، ده الخشن اللي ما عداش من المنخل، وده الناعم اللي عدى من المنخل. ده هيأكل زغاليل من عمر يوم لحد مثلا عمر اسبوع او 10 ايام، وممكن لحد الفطام لو انت عايز تأكل منه لحد الفطام، تمام كده. ده هيمشي في السرنجة الضيقة خالص عادي، دوت يأكل زغاليل كبيرة شوية، تمام، من مثلا من عمر 10 ايام او 15 يوم لحد برضو حمام كبير، بس دوت مش هيمشي في السرنجة الضيقة. ده عايز سرنجة كبيرة او زغاطة تكون واسعة شوية عشان يعدي منها بسهولة، تمام كده. اهو من الاتنين، تمام، الخشن والناعم. ده طبعا افضل حاجه بناكل منها زغاليل وهي لسه طالعه من البيضه عمر يوم، تمام كده. يا رب نكون استفدنا من الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد. ولو عايز طريقه تاكيل الزغاليل وطريقه عمل الزغاطه، في فيديو موجود على القناه، واحط لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو، واحط لك اللينك برده في اول تعليق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.